لوكال النموذج تاعنا 5 الفو غاز غاز من فوق اجهل بالغاز ومن تحت غاز غاز الكتريك افيك لو باروا كامانيان سيكوريتي في تكنيك انتيروار هذا ما حكيناش علينا شباب انتيروار هنا وين نصبوا في حنا هذا الدار عندنا واحد يما عندنا خبيب طازين دائره صداقات رقابه جي بي كيلو avec 15 programmes. السلام عليكم. وعليكم السلام. شكون معنا؟ معكم ربزاني احمد امين برودكت ماركتينغ مانجر. دونك مرحبا بكم في ستومبيكو. اليوم رانا متواجدين في لاسافيكس اف بي ار 2022 طبعا رقم 30. دونك كيما عودتكم بيكو دائما عندنا منتجات جديده في كامل الفئات. عندنا منتجات جديده في فئه الثلاجات، الغسالات، غسالات الاواني والتلفاز ماكسوال. عندنا في فئة الثلاجات تكنولوجية هاربست فراش، يعني المستوحاة من الطبيعة اللي تحافظ لنا على الخضر والفواكه لمدة أطول من الثلاجات العادية، إضافة إلى تكنولوجيا ثانية اللي في الغسالات اللي هي ستيم كيور اللي تغسل بالبخار وتقضي على أصعب البقع. اما بالنسبه لغسالات الاواني عندنا تكنولوجيا كورنر ووش اللي تقيس لنا كاع ايتيك لي كوان تاع لابيسات وتعطينا اعلى نسبه نظافه في الغسالات. اما بالنسبه لعلامه ماكسوال فعندنا لو نوفو تيليفيزور هو فيدا بسيستم ديكسبلوتاسيون فيدا متوفر في جميع المقاسات من 32 حتى 75 خص العروض الترويجيه تاعكم. فيما يخص العروض الترويجيه رانا دايرين عرض خاص في الافوار اللي هي توصل حتى 5% وهذا حتى اخر السنه. يكون على كافه المنتوجات بيكو وماكسوال وهذا حتى نهايه السنه. Thank you.
مساء الخير. مرحبا زوفير، واش راك لاباس؟ لاباس، صافي لونطون. ايه صافي لونطون. بون صافي لونطون، هي معدات بزاف ملي تلاقينا، مي كون دايما كنا تلاقينا بزاف، تلاقاو في الوقت ضيق، كيما تلاقاو 18 ايام بقاو قولوا لونطون، صافي لونطون. دونك اليوم راك في معرض الانتاج الجزائري ما بين علامات، اليوم راك في واحدة من العلامات اللي هي بيكو اللي كنت فيها تقريبا كامل ايام الصالون، كيفاش شفت التفاعل؟ واش هو الدور تاعك اليوم هنايا في هذا؟ الو مع بيكو، حنا يعني العلامه هذه يعني علامه اللي معروفه يعني في الوطن تاعنا، كنت معهم يعني كاع في كل ايام المعرض، وكان يعني الفكره كانت فكره ممتازه، وين حنايا في هذا المعرض كان الهدف تاعي هو يعني نشر الوعي، ويكون عندي يعني تلاحم مع الناس، يعني الناس جات المشاركه، الناس اللي فيزيتور، الناس اللي جاوا لهنا للصالون لقاوني، وكانت عندي فرصه باش نكون يعني اون كونتاكت ديريكت افيك الناس، وكان درت ورشات في التغذيه، والناس اللي عندهم يعني وزعنا ملصقات، والناس اللي كان عندهم تساؤلات يعني في التغذيه ولا في الرياضه، قدرنا نجاوبوا على التساؤلات ديالهم. دونك كانت بالنسبه لي يعني هي عباره عن كولابوراسيون، يعني شراكه مع بيكو اللي قدرنا نوريو من خلال تواجدنا في هذا المعرض مختلف العلامات، مختلف المنتوجات تاع بيكو، وحنا قدرنا يعني ننفعوا الناس اللي يجوا يشوفوا. شفنا نجوم الوزن الرابح حاضرين ايضا معك. وي كانوا كاع نجوم الوزن الرابح، جاوا كاع لهنا، كل واحد جا في نهار معين، تكلموا، تلاقوا مع الناس اللي يحبوهم، تصوروا معاهم، ونفس الشيء علموا يعني عرفوا الناس بالعلامه، وقالوا لهم وروا لهم ديك البرودوي، علاش؟ باسكو كاين الناس اللي ما تقدرش تجي اليوم تجيب المعرض، تكون بعيد ولا ما قدرتش، ما قدرش، حاسين نلحقوا لهم المعلومات اللي يقدروا ينفعوهم. وهضرت معاهم على الانفراد، قلت لهم راكم زدتوا شويه هذا اللي بالطبع الانفراد، يعني هذا شيء باين وشيء يعني اللي العام ما يشوفوا، يعني شفتهم باللي زادوا شويه في الوزن، بالطبع الامور عاديه، لانه كي تكون انت في برنامج عندك يعني انفراد، وين كان عندهم خيزون شارج جلوبال، عندهم الشاف يطيب لهم، عند الكوتش يوقف عليهم في التدريبات في التغذيه، يعني الامور تختلف بالطبع. الانسان كيكون في المنزل ويكون يعني كما نقولوا ديليفري لروحه لنفسه، انا يعني العزيمه تنقص ويزيدوا بلوس، كما نقولوا احنا بالدارجه يطلق روحه شويه، يطلق روحه بالطبع، وهذا الامر عادي، لكن الاهم والمهم سيكو راهم مازالهم دائما هنا، يعني لا كان زادوا 5 10 كيلو يقدروا يعادوا نحيهم، ما تنساش باللي واحد نحى 70 كيلو كيزيد 6 كيلو 7 كيلو عاود ينحيهم، هذا هو الصراع الحياه، وحنا رانا هنا ليهم ان شاء الله، ويعاودوا يرجعوا كما كانوا. واهم نقطه نظن كوت سمير انه يكونوا واعيين باللي زادوا بالطبع، يعني واعيين ويتحملوا المسؤوليه، ويعني هما ديجا يحسوا فيها احراج، لانه اول شيء يتلاقوا مع الناس يعني بالعفويه تاعها تقول له سمنتي توسا، كيما كانت تقول لك اشينت وتفرح بك، وهي تا تقول لك سمنت حاجه عاديه، والامر هذا ما يديرونجيش، دونك مازالهم يعني في العمل، وان شاء الله نزيدوا نحوا الكيلوات اللي نحى يرجعوا ان شاء الله.
شفتك مع الناس هنا دائما تقول لهم ما نقدروش نحكوا هكذا، الناس يحبوا زعما تعطيهم الوصفه السحريه في هذيك الدقيقه اللي يتصوروا معاك ولا يلقاوك هنا في الستوند، تزوج تقول لهم لازم ان بروغرام ومتابعه، دونك وزيد تاكد في هذه النقطه للناس. الوغ النقطه هذه جد مهمه زوبيا، شكون على السؤال هذا، ناس بزاف يقول لك كوتش انا حاب نشي انا واش ندير، الوغ راك حاب تشي انا واش راح دير، ما تنساش بلي السمنه مرض مزمن، والمرض المزمن هذا لازم له يعني لازم تكون على بالك بالحاله الصحيه تاعك. دونك اول شيء قبل ما تقول واحد حبيت نشيان واش لازم ندير، اسكو هذاك الشخص على باله بلي انت ما عندكش مشاكل في الصحه، اسكو ما عندكش ديكارونس فيتامين دي، اسكو لا تيغويد ديالك تخدم مليح، اسكو ما عندكش لو فير ديالك ناقص، تسمى لازم لك تحاليل وديزاناليز، ماشي الانسان يقدر يوجهك بطريقه عاديه للحميه الغذائيه. والحميه الغذائيه ماهيش حميه تاع نهار ولا يوم ولا يومين ولا ثلاث ايام ولا سمانه او اسبوع، هي حميه تاع مده زمنيه تاع 3 شهور 4 شهور 5 شهور. دونك هنا كاين برنامج اللي لازم الانسان يتبعه بطريقه منتظمه ومنظمه باش يقدر يحقق الهدف تاعو. شكرا لك، ربي يحفظك زوبير، وشكرا دائما على يعني تواجدك في مختلف الفعاليات، ويعني كل يعني انا سانسير متشرف بك، شرف لي الخطره هذه يا خويا، شرفتني بارتو، ولازم الخطره الجايه انا ندير لك انترفيو ونقول لك زوبير كيفاش دير العمل تاعك وين نروحو نلقاوك، عندك زوج زوبير ولا ثلاثه؟ شكرا. مساء الخير. مساء الخير. صافي لونطون. صافي لونطون، من الصيف ما تلاقيناش. يا لور من الصيف دوكا كجديد. جديد مازال، كيفكم كيما كنا قصرنا وقلت لك بلي دخلت في التقديم ان شاء الله، بصح مازال ما سي دي بروجي مازال ما شافوش النهار كيما يقولوا، وقت خير بيانتو. وجديد تاع ولادك في القرايه واش واصل الفصل الاول خلاص؟ الحمد لله وليدي توجور يقرا. الحمد لله ربي يديك يستر. وكاش عطلة هاد الأيامات ولا نو؟ صافي با لونتون أنا كنت في تيميمون، رحت قبل العطلة، دوك جو سي با اسكو ديسي الغيفيون، ماشي الغيفيون، ديسي لا فان د لاني، نشوفو بوتاتر جفي روفونيغ، بوتاتر نخلي أبري. أنا ما كاش كيفاش نتلاقاك وما زدتش نسقسيك على الوزن تاعك، زاد شوية ولا بزاف؟ نكذب ونقولك قعدت كيما قعدنا في الصيف، كيما تلاقينا في الصيف، زدت شوية بخمسة كيلو، راني مع سامير مع سبور، سي با إيفيدون دو بيرت. انا جي بيردو 53 كيلو في عام، يا دي مومون سكي في ليميسيون بردت 37، مي انا قبل ليميسيون جافي بيردو ديجا، تما 53 كيلو في عام، كاين اون بيريود وين الكور يعاود الكور سي ان سيرفو يعاود يلاشي ما يعاود يتفكر، راحت له لا ميموار حتولي له ديالات. بصح قبل الوزن الرابح كنت واعيه كيزيدوا الكور تاعك ب 5 كيلو ولا هذا الوعي جا غير بابري الحصه؟ جا مع الحصه، انا نقول لك افون الوزن الرابح تما جيتي 130، ما تعرفيش بلي زدتي ب 5 او ب 5 نورمال 10 ومن بعد نسيت باسكو جيتي 60 كيلو بديت نطلع، الحمد لله دوكا جاتني هذيك لو ديكليك تاع لا بيرت، من لو وليت نعس روحي باسكو ميم سبور جي لي با اريتي انايا مي الريجيم سوان. شفنا سليمه سواكري دارت عمليه جراحيه، دوك خبرينا طمنينا. سليمه راهي الحمد لله سقسيت عليها، لا في بتيت انترفونسيون با با دير بتيت انترفونسيون، راهي الحمد لله سقسينا عليها وراهي نقول لكم نولي لكم بالقوه ان شاء الله. ان شاء الله ربي يشفيها ويخفف عليها وكل المرضى. والكوتش متحلف فيكم، قال لي كاع زادوا سيرتو حبيبه، قال لي زادوا كاع في لي بوا. انا وراهم انا زدت بزاف، راه على بالك سامع اجور جيتي اجور ندير مع سبور ونقول له نقول له كنت اليوم زوج ثلاثه، سي با ايفيدون، انا قلت لك سي اون كيغ مايكو. واليوم رانا شايفينك في الجناح تاع بيكو في صالون او معرض الانتاج الجزائري، واش تقولي لنا على المنتوجات واش تقولي على النوعيه تاعهم؟ نقول لك باللي بيكو انا عندي الكليماتيزر تاعهم، بيكو عندي الكليماتيزر تاعهم الحمد لله، وان شاء الله راني حابه نشري لا لافيسيل، ومام الوزن رابح راه متواجد اليوم في عند بيك. دونك بالتوفيق ليك ان شاء الله، وان شاء الله النصيحه اللي تقدميها لاي وحده تعاني من السمنه نقول لها، نقول لك حاجه
ايفيدون ماشي حاجه سهله سي تو كي راني قلت لك سي كونط لو كونطينا قبل ما تخمم في الحوايج باسكو حنا بنات نخمو الحوايج والحقه وهذه تخمي صحتك باسكو فريمون صح صحه انا 5 كيلو حسيتهم ثقال باسكو والو في الكور كي بديت نفرحي سي با ايفيدون خمو على صحتكم السمنة جبنا غير الماء ميرسي بوكو الله يسلمك Thank you.